السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبع قناة أخبار الوظيفة، مرحبا بكم. فضلا وليس أمرا، المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم أي جديد. فيديو اليوم إن شاء الله نتحدث فيه عن آخر مستجدات حول نتائج الجهوي للسنة الثالثة إعدادي برسم سنة 2023. كاين العديد من التلاميذ والتلميذات كيسولوا عن نتائج الجهوي الثالثة إعدادي برسم سنة 2023. كما كتعرفوا يعني تم الإعلان عن بعض النتائج الخاصة الثالثة إعدادي مسار دولي في بعض المؤسسات التعليمية. أما فيما يخص باقي الجهات فالإعلان عن نتائج الجهوي غالبا هيكون كما قلت لكم في السابق في هذه الفترة الممتدة من 22 من شهر يونيو إلى غاية 27 من ذات الشهر، لكن احتمال كبير أن النتائج تظهر يعني أواخر هذا الأسبوع، ربما تظهر نتائج هذه الليلة، لأنه كما تعرفون فالنتائج الخاصة بأولى بكالوريا الجهوي تم الإعلان عنها ليلة البارحة. وإن شاء الله فورمة توصل شي جهة بالنتائج الخاصة مستوى الثالثة إعدادي الجهوي غادي نوفيكم بأي جديد عبر قناتي أخبار الوظيفة. في الأخير كنتمنى هذا الفيديو ينال إعجابكم، ما تنساوش تدعموني بالاشتراك وتقوموا تفعيل زر الجرس ليصلكم أي جديد، والتوفيق والسلام.